سنة وحضراتكم طيبين. حلقة النهاردة رمضان، موجودين احنا في راس صدر، راس صدر، وهنتكلم مع البدو ازاي بيقضوا رمضان. وطبعا انتوا عارفين انه في عادات وتقاليد بتبقى تقريبا واحدة، بتبقى مشتركة. الاكلات بتاعتهم بشكل كبير بتبقى اغلبها المنسف والحاجات اللي بتبقى بتتعمل تحت الارض او المدفونة، والشوي الغزلان اللي مش الغزلان بقى، الجدي او غيره، بعض المأكولات، اللبس كمان بيتشابهوا بشكل كبير. النهارده هنتكلم على رمضان هنا عند بدو راس سدر، وبيعملوا ايه، وعاداتهم وتقاليدهم، وبيقضوا يومهم ازاي في رمضان، لان ليهم طقوس معينه بيعتزوا بيها جدا، اللبس بتاعهم الحلو، والقعدات العرب اللي بيعملوها، والتفاصيل، الافراح بتاعتهم، كل ده هنعرفه النهارده بعد الفاصل. بقى واحد من الشيوخ الجمال من عرب سينا الاصليين، الشيخ سالم ابو فهد. يا اهلا وسهلا بيك والحمد لله. المكان الجميل ده مكانكم يا فندم ده. طب احكي لنا كده، انت بيتك بعيد قد ايه عن هنا؟ انا يعني بعد 4 كيلو من هنا. يا بتيجي كل يوم بالعربيه وكده؟ كل يوم عشان نسعد الناس. الجمل عشان شايفه في جمال هنا. انا بيجي على الجمل. بتيجي على الجمل؟ واركب الجمل وبيجي عليه. احلى ركوب الجمل. طب احكي لنا كده، المكان هنا بقى بقالكم فيه قد ايه هنا وعايشين هنا بقى؟ انا بقاله بتاع 16 سنه. فمكان علاجي، اكتشفنا انه علاجي، يعالج الخشونه الركب ويعالج الفقرات والحاجات دي. بيجي لك اجانب هنا في بعض الاحيان؟ لا لا، في بعض هم زمان كان في، اول ما اشتغل كان في اجانب، دلوقتي ما فيش اجانب، يعني خفيف الاجانب شويه والدنيا هترجع تاني. احنا بينزلوا الميه هنا؟ بينزل الميه. بتسيبهم براحتهم ولا في حاجات معينه تقول لهم؟ يعني انت عارف احنا عايزين نحافظ على الحاجات الطبيعيه الحلوه دي، مش عايزين حد يبوظها، واكيد في حاجات معينه لازم تتعمل علشان ناخد بالنا من الميه الكبريتيه دي ما نبوظهاش. فبتقول لهم خدوا بالكم، ما ترموش مثلا حاجات بلاستيك، الزرع ده نحافظ عليه، الميه. لا لا لا، الاجانب عامه نظيفه يعني، وبترميش اي حاجه يعني، ناس نظيفه يعني. الحاجات دي بتيجي الهواء بيرمي، الهواء هنا البلد مكشوفه، فالهواء بيجيب الحاجات من نقل الديني بيرمي، واحنا بننظفه وقادر ونرمي برضه. طب احكي لي، القبائل هنا اسمها ايه؟ قبائل هنا، قبائل الجنوب هنا 7 قبائل، جنوب سيناء بالذات يعني، بتكلم عن جنوب سيناء. جنوب سيناء دي 7 قبائل. قبيله علاقات هنا ايه؟ علاقات، صوالحه، زينه، قرارشه، ولاد سعيد، بني واصل، جبهليه. بتعملوا ايه ولا بتشتغلوا في ايه بقى هنا؟ احنا مجالنا في السياحه وفي البترول وفي المحاجر والحمد لله يعني، كل حاجه بتخص الارض والطبيعه. كل حاجه هنا الحمد لله يعني. الناس بتنزل بقى هنا تحب تطلع جسمها احسن وصحتها احسن. دي حاجه مفيده. بيعالج ايه؟ بيعالج الخشونه، العمود الفقري والحاجات دي، حاجات العظم والاعصاب يعني، بيريح الناس هنا. الروماتويد او الروماتايم والصدفي وما بعد، الحاجات الجلديه كمان. الحاجات الجلديه
الناس بتستحمل ده، انا شايفه السخنه الميه سخنه مولعه. الناس بتتحكم في الميه يعني، ممكن نخليها 40 ممكن نخليها 50 ممكن بنتحكم في مسار الميه يعني، نغير مسارها لمكان لمكان، فده يخليها درجه حياتها تقل، يخليها تقل ويخليها تزيد. ازاي بقى احكي لي انا مش فاهمه ازاي؟ بالكريك والفاس بنغير مسار الميه. اه يعني انت بس بالحفر حتى ايوه باليد نغير اتجاهها تبرد الميه تهدى شويه تهدى، عاوزين نسخنها نفتح تسخن الميه. في ناس بتطلب منك انها تبقى الميه سخنه. في ناس بتحب ميه سخنه، ده بيبقى اسرع نتيجته احسن يعني. ربع ساعه بيكون خلاص جسمه بقى 100 100، الدم مضخ في جسمه بقى حلو زي العسل. دي في ناس بتيجي على الركاز. تطلب منكم اكلات هنا وتعملوا اكلات بدوية. تعملوا ايه بقى اكلات بدوية؟ مثلا اللي هو اكل مثلا سرفنات مدفونه مندي حاجات زي كده يعني بتتعمل. بتطلبها منكم وييجوا بقى هنا؟ بييجوا يقضوا يومهم، مثلا اسره تيجي يقضوا يومهم هنا ويتبسطوا، ميه نظيفه وحاجه حلوه. عز الشتاء هو الشمس طالعه على طول. لا 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 احنا في عز الشتاء ونعتبر زي الصيف يعني، الجو حلو جميل. هو بالنسبه كمان للاجانب بالذات الجو هنا حلو. بيتبسطوا من الاجانب هنا. يعني من اهم الشخصيات اللي حبينا نقابلها النهارده واحنا موجودين في راس سدر يكلمونا عن البدو هنا والعادات والتقاليد، معنا الحاج يوسف العرادي من كبار مشايخ قبيله الترابين براس سدر ورئيس مجلس اداره جمعيه تعاونيه براس سدر. اهلا وسهلا. يا اهلا بك يا فندم، منورنا في مدينه راس سدر الجميله. وطبعا احنا بيشرفنا النهارده حضوركم للمدينه. بالنسبة للعادات والتقاليد عندنا دي عادة قدر موروثة يا شيخنا. قبل ما نتكلم عن العادات والتقاليد، احنا عارفين ان انتوا عندكم هنا في راس سدر اماكن جميلة جدا، ربنا ادى راس سدر كمان مقومات حلوة. مش هنتكلم على الرياضات البحرية اللي ممكن تحصل هنا على اساس الجو مناسب قوي ليها، هنتكلم على البحر وهنتكلم على الجبل، هنتكلم على الصحراء والعيون موسى اللي موجوده هنا مش موجوده في اي حته تانية، موجود هنا عيون كبريتيه جميله جدا. فحكينا الاول راس سدر دي بالنسبه لكم ايه، والحاجات الحلوه اللي موجوده دي وممكن نستغلها سياحيا. طبعا الحاجات الجميله دي عندنا زي حمام فرعون، دي حمام فرعون ده عيون كبريتيه برضك، الميه بتطلع من تحت الجبل اللي بتقابل البحر، جميع الناس الامراض المزمنه زي الصدفيه زي يعني الحاجات الاعصاب. سميتوها حمام فرعون ولا ايه؟ حمام فرعون من قديم الزمن يعني مش من دلوقتي. طبعا عندنا العيون الكبريتيه دي بير بترول قديم طلع، فنسبه الميه الكبريتيه فيه عاليه جدا، بتيجي له الناس زيارات من كل انحاء الجمهوريه، من المحافظات القريبه زي السويس الاسماعيليه، محافظه البعيده، يعني بيديوله من جميع انحاء الجمهوريه. عندنا الجبل طبعا، عندنا من المزارات الجميله قلعه الجندي، دي قلعه في وسط الجبل في طريق راس عين صدر. عندنا طبعا جبال حاجه محترمه، عندنا رحله السفاري موجوده. طبعا اهم حاجه في بميز مدينه راس سدر انك انت مدينه معروفه انها صغيره، فالناس كلها يمتد الخليج بتاع البحر، عندها حاجة امتداد عالي جدا، فيها جميع القرى السياحية، فيها قرى جميلة يعني، في ناس البلد تعتبر مليانة طول السنة بالمصيفين بزوارها. عندنا الحاجات الجميلة التانية طبعا رحلة السفاري دي في الجبال حاجة محترمة جدا. كنا عند عين من العيون الكبريتية وقابلنا مجموعة من البدو هناك، استضافونا بكرم شديد، الشاي اللي اتحط اللي ملوش حل بطعمه الحلو، معرفش تحط عليه حبق ولا هو النعناع. في بيحط حبق وفي حد بيحط مرمرية، في حاجه بيحط قرنفل، حاجه يعني محترمه. مجرد ما احنا شمينا ريحه الخشب اللي بيتحرق ده وبيولعوه على اساس زي الفحم كده والشاي اتعمل عليه، لا فعلا طعم الشاي حلو والقعده نفسها جميله. كنت شايفه انه في
الحاجات دي بالنسبه للبدو يعني موجودين على حاجه على البساطه. الكرم الموروث عن الاباء والاجداد حاجه محترمه جدا طبعا. الحاجات الصغيره دي الشباب اللي قابلتهم في العين الكبريتيه كل يوم الشباب ده موجود، كل يوم بيستقبلوا ضيوف ليهم في المكان ده. بعض الاحيان ممكن يعملوا لهم اكلات، وفي ناس بتبقى جايبه حاجه زي شيزلونج كده تتمتع بالشمس وتنزل ميه. الاكلات اللي عندنا موجوده برضك، المدفونه السلوفانه بيعملوا حاجه. احنا هندخل في التفاصيل دي، احنا في رمضان بقى لازم نقول كلام الحلو ده، بس خلينا نتكلم على اهل راس يعني اهل البدو هنا في سينا. انتوا عاداتكم وتقاليدكم يعني شبه بعض في حاجات كتير اظن. طبعا طبعا العادات والتقاليد هنا عندنا، احنا نتكون هنا في راس سدر من 7 قبائل: قبيله الطرابين، قبيله العلاقات، قبيله الحويطات، قبيله الحيوات. القبائل هذه ليها موروث، قبيله المزينه طبعا اخواتنا وناس محترمه، في موروث بين الطرابين وبين المزينه طبعا، سباق بقى له 30 سنه هو سباق، ليه سباق كده عيال الزلقه، ده السباق ده ليه تاريخ طبعا بقى له اكتر من 40 سنه موجود في جنوب سيناء عامه. سباق الجمال هو الهجن طبعا، السباق ده طبعا موجود عندنا سباق الهجن. منافسه بين القبيلتين، في منافسه بين القبيلتين بس يعني، وده حاجه كانت كويسه قوي ان بين القبيلتين بس. طبعا في سباقات ثانيه بتقام في شرم الشيخ، بتقام في جميع الميادين اللي موجوده على مستوى مصر بين القبائل كلها، من هنا من راس سدر، من وسط سيناء، من الشمال، من الاسماعيليه، من الشرقيه، في قبائل كثيره طبعا تيجي هنا. طبعا عندنا في شرم الشيخ طبعا ده، وده ده حاجه بتقدم السياحه وبتخلي البلد تظهر ان جديد طبعا. لا بس اللي هي الرياضه موجوده من ايام الاجداد والاباء والاجداد، لانها رياضه بقى حاجه دوليه وعربيه بشكل بتجي طبعا الامارات والسعوديه وفي دول كبيره زي الدول العربيه دي، انها هي بتقوم السباقات دي، وفي مشاركه كبيره طبعا من محافظ جنوب سيناء اللي هو خالد فوده طبعا. وطبعا البلد فيها امن وامان برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ده حاجه محترمه جدا لينا احنا طبعا كبدو. عن عاداتكم وتقاليدكم، اولا خلينا نتكلم على الزي الحلو ده. ده الزي الرسمي بتاعكم؟ ده الزي الرسمي بتاعنا. كنا اسمه ايه؟ يعني ده عندنا، إيه؟ عندنا ده الجلابيه دي وده الجاكيت احنا يعني حاجه كده مزج ما بين الاثنين، ما بين البدله التقليديه اللي احنا التقليديه طبعا. ان انا جاي من مؤتمر مع اتحاد المزارعين العرب، كنا في جامعه الملك سلمان، ودي حاجه اسمها الفرو. لكن لابس الاول الجلابيه البيضاء، الجلابيه البيضاء بتاعتنا دي الزي الرسمي، الشماغ او العقاء العمامه يعني بنقول عليها باللغه العربيه، والعقال. كويس قوي. وبعد كده دي اسمها ايه بقى؟ دي اجمل حاجه، دي الفرو دي احنا بنقول عليها الفرو دي عشان وماشيه بقى محترمه دي الفرو دي عشان خاطر البرد طبعا، البرد قارس. ده على فكره عايزين نوري الكاميرا انه من جوه، وري ناس من جوه عامله ازاي. ده فرو يعني معموله فرو دي الدفي. طبعا. اسمها ايه دي؟ احنا بنقول عليها الفرو. ايه بتسموها الفارو؟ بس الشغل اللي فيها ده ايه؟ ده الشغل ده تطريز. تطريز دقيق وبيبقى غالي. طبعا في سيدات عندكم بتعرف تعمل حاجات دي؟ عندنا الخرز طبعا، عندنا الستات البدويه بتعمل شغل محترم للفلكلور في التطريز والكلام ده والطرح والحاجات، الحجابات والحاجات الصغيره دي حاجه جميله جدا بتعملها طبعا. موجود عندنا هنا في مزارع عيون موسى، موجود الحاجات دي مع عميه المراه هنا، فحاجه محترمه شغال عليها الستات البدويات على مستوى محافظه جنوب سيناء يعني. لان السياحه طبعا بتقوم السياحه على الحاجات المحترمه دي اللي انها بتتعمل، التطريز والجلاليب والعقد دي والعبايه. العلاج بقى بالنسبه للسياحه العلاجيه والاعشاب والحاجات الحلوه بتاعتكم زي المرمريه كنت لسه بتقول لي، والحبق والحاجات الحلوه دي برضو بتبيعوا وتشتروا فيها، او انتوا بتستعملوها بقى بشكل خاص لما يجي مثلا لو ان شاء الله الدنيا اتطورت وبقى مثلا عند العيون الكبريتية دي تم الاهتمام بالمنطقة دي وبقى في سياحة أجنبية، هل ممكن نلاقي حواليها مثلا بعض المنتجات اللي بتتباع زي الأعشاب والحاجات الحلوة بتاعت البدو؟
والله الحاجات دي موجوده، في ناس متخصصه في الحاجات دي، وفي دكاتره متخصصين عندنا هنا في راس سدر وفي سانت كاترين. دارسين بقى الطب ده؟ دارسين الطب ده طبعا، الطب الاعشاب زي السموه، زي الشيح، زي حاجات، زي حاجه اسمها الحبرقه، حاجات كالشيح. طبعا الشيح ده من الفوائد كتير، النهايده اعشاب كتير، لو احنا ذكرنا الاعشاب فوق ال1000 صنف، ففي حاجه بتخش الناس راح للصدر. تدرس بقى الحاجات دي. لا درس، هم درسوا، هم خدوا الحق. لا خدوا الحاجه دي، خدوا الحاجات دي وراثا عن الاباء والاجداد. في ناس خدتها علمي درست فيها، زي الدكتور محمد حسين، فدكتور ابراهيم معانا موجودين، ناس محترمه، دكتور سالم، في شخصيات محترمه هنا موجودين معانا في سانت كاترين، موجودين معانا هنا في راس سدر، موجودين على يعني موجودين في محافظه جنوب سيناء على عامه. طيب خلينا نتكلم بقى على في رمضان، عاداتكم ايه في رمضان؟ بتعملوا ايه اول يوم في رمضان؟ هل برضو بتبقى القبيله كلها بتبقى حاضره او متجمعه، او انتوا كعيله اسر كده بتتجمعوا؟ قولي بتعملوا ايه في رمضان؟ في حاجه اسمها عندنا الديوان، الديوان ده بيتكون من زي احنا بنقول على الديوانه، في الجلسه العرفيه العربيه موجوده دي من اول رمضان، بتكون موجوده والناس كلها بتبقى حاضره، في مشاركه في الفطار، ما بيعملوا الفطار مع بعض، حاجات جميله بيعملوا، كل بيت بيعمل طبعا، هو بيروح في المقعد اللي احنا بنقول عليه المقعد، ما ده بتبقى 30 يوم. هو بعد كده وفي العائلات، في تزاور بين العائلات وبعض وبين القبائل وبعض، في تزاور يعني، في شغل ممتاز. بص في حضرتك ان الموروث البدو عندنا من الاب والجد احنا بنكمل عليه، مفيش حاجه جديده يعني. الضيف، في حاجات ان الشباب بينزلوا يقعوا في العربيات في الطريق، بيدوا لهم الفطار البلح والعصير والكلام ده، في ناس بتنزلها تفطر معاك، لانك انت طبعا زي نظام اوبن بوفيه. اهل كرم طبعا، الله يبارك لك. ده السبيل ده يعني، ده انتوا الاحسن والله. وده بيتكون من جميع القبائل العربيه، مش احنا بس كقبيله الطرابين، لا القبائل كلها بتعمل الكلام ده في كل محافظات مصر، ان العرف البدوي والكرم البدوي ده موجود على مستوى مصر، وده طبعا تعلمنا من ابائنا واجدادنا السابقين ان احنا نعمل الكلام ده، فده مش جديد على البدو يعني. ده بتفطروا في ايه، او الاكلات المشهوره بقى اللي بتعملوها، واحكي لنا كده تبقى عباره عن ايه مكوناتها؟ انت بتعرف تطبخ طبعا؟ ما بتعرفوش تطبخوا؟ الرجاله ما بتطبخش هنا خالص. الرجاله بتاكل بس. للاسف. بس في حاجه مهمه طبعا، طبعا اللحمه دي اول حاجه اللي تبقى اول فطره دي لازم تبقى لحمه، وداني الجديان او الخروف او الحاجه دي بتبقى بصينيه، بتعمل سلوفانه، بتعمل مدفونه، ليها كذا طريقه بتتعمل فيها سلطات والحاجات الصغيره دي، العصفور والكلام ده. طبعا العصاير بمشتملاتها دي بتتعمل،
بتعزم اول يوم كده، ممكن انت تعزم اصحابك كلهم يجوا يفطروا معاك. ممكن تعمل حاجه يعني زي يوم البوفيه، تعمله للناس كلها يجوا يفطروا معاك. تزور موجود في الروحانيه طبعا بتاعت رمضان، دي حاجه ما اقولكش عليها، ان احنا قال برضه شيخ رفعت طبعا رفعت وصلاه التهجد والحاجات المحترمه، والتراويح ده حاجه محترمه. كلكم بقى بتبقى القبيله كلها بقى بتصلي، القبيله كلها موجوده والعائله كمصغره، كل العائله بتتفرجوا على المسلسلات والدراما مع بعض. طبعا اكيد في دراما العربيه والدراما المصريه. عايزين حاجه عن البدو كده، وبتحكي قصه كده عن حياه البدو، وتشوفوا دراما حلوه عن اهل البدو. والله بص، احنا الدراما المصريه ما خلتش حاجه يعني. يعني الدراما المصريه خدت ال مستقلين شويه في حكايه البدو يعني. مش يعني جايبين دورهم في الحرب، وجايبين دورهم في السلام، وجايبين دورهم. والد رحمه الله عليه، والدي المجاهد سليمان حامد العرادي من المجاهدين العظام، وماخذ نواطن الامتياز من الدرجه الاولى من الرئيس انور السادات رحمه الله عليه طبعا 73 طبعا. وفي مجموعه كبيره شارك في الحرب، شارك حاجه محترمه طبعا، خلينا تاريخ كويس وحاجه خلتنا نرفع راسنا طبعا. واحنا لسه متكرمين قريب برضك من الجيش ومن الحاجه دي، احنا برضك بنكمل على مسيرتهم. الامن والامان لبلدنا ده حاجه كبيره بالنسبه لنا. وكقبيله الطرابين طبعا، القبيله اللي لها موروث كبير في تاريخ مصري. كويس قوي، يعني انتوا اصلا تعاون مع الدوله ابا عن جد، حبا في الارض ابا عن جد. طيب قول لي، لما بيحصل بقى خناقه، مشكله، حكايه الاعراف، ويقعد كبير العيله يصالح ما بين الناس، ده لسه موجود ولا ده بقت حاجات عادات قديمه؟ لا موجوده طبعا. القانون العرفي ده، القانون العرفي موجود، بيحترم قوانين بيحترم الدوله، بيحترم قانون الدوله، وفي مشاركه مع الامن في الحاجات دي. قانون خاص للمراه البدويه، ويعني خلى المراه البدويه محفوظه في القانون العرفي بحاجه محترمه جدا، كرمها تكريم يعني، حاجه محترمه جدا. في قاضي عرفي للارض، في قاضي عرفي للمشاكل، فدي حددت من المشاكل ومن الكلام ده، ان احنا بنقعد عند الكبير، في احترام للكبير في القانون العرفي. طبعا الشباب دلوقتي عشان خاطر الانظمه دي، الحاجات الجديده في النت والكلام ده، فطبعا في قوانين تشرعت، وفي تعديل القوانين القديمه، ان احنا يعني لا عشان نحكم الشباب، الشباب طبعا الشباب لازم يتحكم. على مستوى العالم كله. انا بشكرك يا شيخنا كتير، ودايما اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. انا اللي بشكرك، وبشكر اللقاء المحترم والتلفزيون المصري على اللقاء ده، واللي سمح لنا ان احنا نتكلم من منبره على الشعب المصري المحترم. وبهني الشرطه المصريه بعيدها طبعا، وهم امن وامان البلد طبعا، والجيش المصري ورئيسنا عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه يا رب. ان شاء الله نشوف راس صدر كده مليانه اجانب، وربنا يكرمنا كده بسياحه كبيره جدا، ان شاء الله تبقى ماليه راس صدر على قد مقومات اللي فيها الحلوه دي، تستاهل سياحه كبيره. عندنا في ناس بتيجي من انحاء العالم لرياده الكيت سيرف في راس صدر هنا، طبعا خلت شكل وشكل محترم في الرياده دي، بيجوا لها من كل انحاء العالم الرياده دي. في كل يمكن كل حوالي 3 شهور بيعملوا هنا مسابقه في موجود في القريه دي.